بعد ما تناول انتحر الأزمات اللي طالت دولة إسرائيل. أنونيموس مجموعة من الشباب مش معروف مين هي. نحن الأنونيموس سنقوم بإزالة الكيان الصهيوني إزالة ممنهجة من شبكة الإنترنت. وقف الشغل بقسم كتير كبير من إسرائيل من الشركات التجارية والصناعية والسياحية يلي بتتواصل مع الإنترنت أو عبر الإنترنت. بعد تهديد لقطر والبحرين والرئيس المصري بشخصه، منظمة الهاكرز العالمية أنونيموس قدرت تفصل إسرائيل عن العالم. بلشوا فيه جامعة أنونيموس وطال جانب منه المستخدم العادي. بتوجه رسالة للدولة اللبنانية واللبنانيين من خلال جو معلوف وانت حر. Dear Mr. Joe Malouf, all can be clear to the Lebanese people and government. انت حر الثلاثة 9:30 على الام تي في.